احنا كسكينة الرماني من مين بدات هذه الجائحة ديال الكورونا تقريبا حاول السكينة انها تلتزم في الجلوس في البيوت ديالها التزاما منها بالتعليمات اللي اعطاتها الدولة ديالنا الدولة المغربية والحكومة ديالنا. خلال هذه المدة كاملة الحمد لله المنطقة ديال الرماني ولا خاصة ولا منطقة الزعير عامة لم تسجل أي إصابة يعني بهذا الفيروس، ونتمنى إن شاء الله أن المنطقة ديالنا تبقى غادة في هذه الحالة كاملة إن شاء الله ونخرجوا سالمين ويخرج المغرب كذلك سالم. بالنسبة للمنطقة ديالنا وهي واحد المجهودات تبدلات على جميع المستويات سواء على مستوى السلطة المحلية سواء على الفاعلين الجمعويين في هذا القطاع في المنطقة سواء على مستوى السكينة، بحيث أن كل شيء تعبأ والتزم على أساس أننا باش نحافظوا بالمنطقة ديالنا تكون نقية من هذا الفيروس. تنوجه الشكر ديالي خاصة للساكن عموما لأنني تبارك الله خلال هذه المدة كاملة أنهم كلهم ملتزمين، كذلك السلطات العمومية وبالمقدمين بالخصوص يعني اللي حتى واحد ما تعطيهم الحق ديالهم يعني ليلة نهار، يعني أنا فين ما تنشوفهم خدامين ليلة نهار في هذا المجال، ونتمنى أن هذا الشيء يدوز على خير إن شاء الله وتكون بلادنا سالمة إن شاء الله. بالنسبة هنا لمدينة الرماني بمعاونة مع الأطر الطبية وشبه الطبية والسلطات المحلية وبيان سور الدرك الملكي، التوعية بدات بكري دونك هذيك أكثر من شهر، مع المدة الناس كيحترموا الحجر الصحي كيحترموا التوقيت ديال الستة العشية كيمشيو، كاين داك المسائل ديال لا ديستونسياسيون غتشوفها في التصاور متر ونص ما بين الناس اللي كيمشيو للتبضع ولا كياخذوا الأدوية ولا كياخذوا هذه المسائل الضرورية، دونك كاين واحد متر ونصف بينات الناس كيحترموا هذا الشيء، توعية كل نهار. الناس ديال الجماعة كيدوروا بريسك شاك دوميور، الناس ديال السلطات المحلية ديما واقفين ديما سميتو، الناس ديال الدرك الملكي. حنا بالنسبة لنا كأطر طبية واخا أنا في القطاع الخاص كنعمل بالتعاون مع المستشفى الإقليمي ديال الرماني، إلا كان عندنا شي حالة مشكوك فيها كنتكلفوا بها بيان سيغ، كنوصلوها للوبيتال هما كيتكلفوا، كاينة لا سيلول ديال الكوفيد 19. بالنسبه للمحل العياده الطبيه بما انه كيجيو المرضى وداك الشيء كاين كنديروا لا ديزانفيكسيون شك كل نص ساعه ما بين مريض ومريض، وكل مريض كيطلع بوحده حتى كنتاكدوا بانه ما عنده حتى شي مشكل، عادي يمكننا نداو كاين امراض اخرى بيان سور كنتكلفوا بها. وبالنسبه لمعاونين السلطات الله يجازيهم بخير، فين ما كانت شي حاجه كنعيطوا للناس هنا المقدمين الشيخ القايد الباشا الناس ديال الدرك الملكي والناس هنا راه معاونين معنا وجيسبيغ يكملوا حتى ندوزوا هذا المشكل هذا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.